بسم الله بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. البنات، اليوم جيت معكم بواحد الوصفة اللي ما كنتش ناوية نديرها في اليوتيوب، غير جات هكاك صدفة. كنت باغا نوجدها وقلت علاش لا نشاركها معكم. هاد الوصفة هي لزيادة المناعة ديال الجسم، والبنات اللي باغين يغلاضوا، والبنات اللي صحتهم هكا شويه في ديما فيهم السخفه الدوخه، كيحسوا داك العياء في الجسم ديالهم. هاد الوصفه مجربه ورائعه، وجربتها انا بنفسي شحال من مره. الناس ديال الوصفه مكونه من جوج ديال المكونات، مكونات اللي فيها الاعشاب، ومكونات واحده اخرى اللي كتشريها واجده. اغلبيه هاد الوصفه غادي تلقاوها، المكونات اللي كاينه واجده تقدروا تاخدوها من عند عطار، شي عطار اللي كتثقوا فيه كيجيب منتوجات ديال جوده عاليه، وتقدروا تشريوها من محلات كاينين حوانت اللي كيبيعوا هاد الشكل ديال الاعشاب وهاد الشكل ديال المواد اللي كتطلع مناعه ديال الجسم. غنبدأ معكم بمكونات الوصفه. غنبداو بالمكون الاول، هو طلع النخيل. ها هما الا شفتوه معايا، هاد طلع النخيل فيه فوائد كثيره بزاف. راه اي غي خاصكم المنتوج تشريوه يكون الجوده ديالو زوينه وعاليه، يعني باش يعطيكم نتيجه اللي مضمونه. عندنا غذاء الملكه النحل، حتى هو راه معروف. هاد المكونات البنات كما قلت لكم قبل، شريوها تكون ذات جوده عاليه. انا ما غاديش نقول لكم هاد الماركه ولا هاد الماركه، حيت انا ما كنشجع حتى ماركه بالضبط، ولكن انا غنعطيكم السميات وانتوما الجوده اللي بغيتو، والثمن زعما باي ثمن بغيتو تشريو، بغيتو تشريو الغالي بغيتو تشريو الرخيص، المهم المكونات باش ما درتو ماركه تكون مضمونه، راه غادي تعطيكم نتيجه فعاله. قلنا طلع النخيل، قلنا غذاء الملكه، عندنا حبوب اللقاح، عندنا القسط الهندي. القسط الهندي يقدروا تلقاوه البحري الا لقيتوه مزيان، الا لقيتو القسط الهندي عادي ماشي مشكل، راه نفس الجوده ونفس الفعاليه اللي غادي تعطي كيف ما كان، ماشي مشكل. عندنا العكبر، الشكل ديالو هو هذا. عندنا الجينسينغ، الى هو مكتوب بالفرنسي، بالعربيه راه غتلقاوه في صندوق الوصف، غنكتبو لكم بالعربيه الناس اللي ما غيعرفوش الفرنسي ولا شي حاجه. هاد الوصفه انا زدت ليها هاد الكونفيتور ديال الزعفران شعره. الى عندكم ممكن ديروه، الا ما عندكمش يمكن لكم تستغنيو عليه في هاد الوصفه. حاجه اخرى غادي نوريكم المسكه الحره، اللي هي انا عندي على شكل بوماد. الا عندكم نتوما عاديه اللي حبيبات يمكن لكم تديروها حتى هي، تضيفوها في الوصفه ديالكم، حتى هي اختياريه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ولا ما توفرتش عنده ماشي مشكل. دابا سالينا المكونات اللي كيمكن لك تشريها واجده من عند العطار، دابا غادي نمشي نوريكم الاعشاب اللي يمكن لكم تضيفوها في هاد اللي غير ما يمكن لكمش تستغنيو عليها وضروريه في هاد الوصفه. بالنسبه للاعشاب عندنا الزعفران شعره، عندنا الحبه السوداء، عندنا النافع، حبه حلاوه، النافع، الحبه السوداء، حبوب الفصه. هذا بالنسبه لهاد الحبه السوداء، هذه ديال السعوديه، راه الا شفتوا الحبه ديالها هانتوما شوها كتكون غليظه، بالنسبه للعاديه هانتوما شوفوا الحبه ديالها كتكون رقيقه. هادو كلهم هاد المكونات تقريبا انا خديت 60 ريال من كل حاجه، يعني نفس المقدار من كل عشبه من هاد الاعشاب. كتنقيوها وكتغربلوها، تنقيوها وطحنوها تتولي مسحوقه نيت. انا راه ملي غنطحنهم غادي نوري لكم الشكل ديالهم كيفاش غادي يكون. كل راه قلت لكم 60 60 من كل عشبه، غادي تشدوها غادي تنقيوها غادي تطحنوها وغادي تدير، وهذا الشيء كله غادي تخلط بالعسل. العسل ضروري يكون حر، العسل الحر باش يطلع القيمه الغذائيه ديال
ديال الوصفه، وفي نفس الوقت خاص يكون العسل جوده عاليه باش تستافدوا من الوصفه 100%. دوك الاعشاب انا بديت كنطحنهم، ها نتوما راه شفتوا راه درت السانوج، يلاه بديت كنطحنو، وقفات لي الماكينه حيت ديك الخلطه ديك الاعشاب صعاب باش يطحنوا في ماكينه عاديه. وليت ديتهم عند خرجتهم للخارج، كاينين دوك اللي كيبيعوا العطريه وداك الشيء، طحنوهم ليا. ها نتوما طحنوهم ليا على هذا الشكل، جمعتهم كاملين، الحبه السوداء والسانوج وزدت الباديان 10 دراهم ديال الباديان. و كما قلت لكم في المقادير في الاول ديال الفيديو، تقريبا 60 ريال 60 ريال من دوك الاعشاب اللي قلت لكم في الاول الفيديو. يلا نسيت جوج حاجات، الباديان خديت 10 دراهم ديال الباديان وزدتها على هاد الخلطه، ها هما شفتوا الخلطه كي داير هنا. وحاجه اخرى اللي نسيت ما قلتهاش لكم هي الفوه تقريبا حتى هي راه واحد 10 دراهم. ها هي الفوه، راه هي اللي حمراء هنايا كتبان لكم. المهم منين طحنت دوك الاعشاب كاملين، دابا غادي نخلطهم، غنخلطهم كلهم في هذا البول اللي شفتوا هنايا ابيض. ها انتم دابا دوك الاعشاب غادي نخلطهم كاملين. وهذوك ديال الحبوب اللقاح وسمتو غادي ندير راس معلقه، راس معلقه تقريبا حبوب اللقاح، غادي ندير جوج معلقات صغار. هادو كلهم راس معلقه. بالنسبه للفوه غادي ندير جوج معلقات صغار حتى ثلاثه، المهم نتوما على القياس اللي بغيتو. بالنسبه للقسط الهندي، القسط الهندي البنات كيكون شويه مجهد، كاين البنات اللي ما غاديش يقدروا عليه. انا غادي ندير غير معلقه صغيره، واللي ما قدرش على الجهد ديالو يدير غير راس معلقه منه حتى هو، معلقه صغيره كافيه حتى لراس معلقه. بالنسبه للزعفران شعره حتى هو غادي ندير القياس واحد تقريبا القياس اللي بغيتو، واحد راس معلقه صغيره ولا معلقه صغيره على حساب نتوما الجهد اللي بغيتو. المسكه الحره كما قلت لكم انا عندي بوماد، غادي ندير معلقه صغيره. نتوما اللي عنده حبوب غادي يدير تقريبا واحد خمسه د الحبات ويطحنهم، خمسه د الحبات يطحنهم مع سنيده ويديرهم في هذه الوصفه. كما قلت لكم انا عندي الكونفيتير ديال الزعفران شعره، غادي ندير جوج معلقات صغار. واللي ما عندوش هاد الكونفيتير زعما هذا اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. المهم الوصفه ديالنا هي على هذا الشكل، ها نتوما شفتوها. غادي نخلطها كلها، ومن بعد غادي نشدها وغادي نديرها في العسل. نص كيلو ديال العسل حر، نوعيه جيده، باش ما درتو العسل الحر يكون نوعيه جيده باش ما كتستافدوا من الوصفه اكثر وكتطلع القيمه الغذائيه ديالها. هاد الوصفه البنات وصفه خطيره خطيره جدا، عرفتي راه ما شفتوش زعما الفوائد ديالها للصحه والجسم ديال الانسان، عرفتي راه كطلع الصحه وكترجعك واحد النشاط وواحد الحيويه وواحد الانرجي ما نعاودش لكم كي دايره. يعني الا درتوها وتبعتوها، وخصوصا انا اللي غادي ننصحكم انكم هاد الوصفه ديما، دابا قريب شهر رمضان بالسلامه والعافيه، اللي بغى يديرها مثلا غير قبل من الفطور ياخذ ديك معلقه صغيره على الريق قبل ما يفطر، عادي ياخذ التمر ديك الساعه وعادي يفطر الفطور ديالو عادي. في اليامات العاديه كناخذوها على الريق، خذوها وقبل واحد نص ساعه على الريق قبل ما تفطروا في اليامات العاديه، عرفتي راه هاد الوصفه تبارك الله عطات واحد النتائج هائله، وواحد النتيجه اللي جربتها على راسي انا. كانت صحتي كنت ديك العيا وديك السخفه وديك الدوخه وداك الا كنتي ضعافيتي وكتاكلي وما كيبانش فيك، هاد الوصفه
راه ما شاء الله ما شاء الله عليها، مجربة 100%. جربوها البنات وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. البنات من بعد ما خلطت المقادير ومزجتهم مزيان مع بعضياتهم، غادي نزيد عليهم العسل. بالنسبة لهاد الوصفة راه خرجت ليا كمية كبيرة، قسمتها على ثلاثة، يعني حيت بحال قلتي ثلاثة الناس يقدروا يستعملوا ديك الكمية اللي وريتكم في الاول. يعني انا دابا تقريبا ملي قسمتها على ثلاثة، هذا هو الجزء الثالث اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نمزجو تقريبا رابعة ديال العسل في كل قرعة. تقريبا خرجت لي ثلاثة القراعي، رابعة في رابعة في رابعة، يعني كيلو لاروب ديال العسل اللي غادي تكفيني لهاد الوصفة. انا دابا غادي نخوي العسل باش نمزجو مع هذوك المكونات كاملة، وغادي نوريكم الطريقة. غادي نخوي هاد المكونات كلها في القرعة نيشان، داكشي علاش نقصت منها كمية ديال العسل. بعد هادي راه تقريبا كدي هاد القرعة كدي واحد الحاجة واحد نص كيلو، انا خليتها هانتوما تقريبا رابعة، فايتة رابعة بواحد شوية ديال العسل. يعني غادي نزيد لها الكمية الكافية ديال دوك المكونات باش نمزجهم من بعد مع بعضياتهم. هانتوما من بعد كنبقى نخلط حتى كيتمزج مزيان داك العسل مع دوك المكونات. كنخليهم واحد المده ديال 3 ايام باش كيطلق العسل. هاد المكونات كتطلق في العسل وكيتمزجوا مزيان. المهم بعد ما مزجتهم هكا غنخليها مده 3 ايام، وديك الساعه يمكن ليا نبدا نستعمل الوصفه. وصلنا لنهايه الوصفه، هانتوما الكميه اللي درت ليا، هاني وريتها لكم القرعه هي قداش. من بعد كتغطيو القرعه ديالكم وكتحتفظوا بها واحد 3 ايام. من بعد كتستعملوا الوصفه كما قلت لكم، معلقه صغيره على الريق قبل من اي وجبه. كاينين البنات اللي غادي يبغيو يستعملوها قبل من كل وجبه، بحال مثلا قبل من الفطور، قبل من الغداء، قبل العشاء، اللي بغاو نتيجه سريعه. اللي بغى نتيجه بشويه وكانت عندها غير مثلا العيا والاعصاب وصحتها ديما طايحه عليها، يمكن ديرها مره واحده في النهار على الريق في الصباح قبل من الفطور. هاد الوصفه هي البنات مجربه وصحيه وما فيها حتى حاجه اللي غادي تضركم، من غير الناس اللي فيهم اللي كبارين فيهم السكر ولا عندهم شي مشكل في صحتهم من ناحيه لا طونسيون ولا الديابيت ولا هادوك، ما غاديش نقول لهم هاد الوصفه تقدر ما تليقش ليهم. انا كنهضر على البنات اللي في العمر صغير ما بين 30 حتى 20 عام، هادو كل هاد الوصفه فعاله وما عندها حتى ضرر. بالصحه والراحه، واللي استعمل الوصفه وجات معاه يخلي ليا التعليق ديالو في صندوق الوصف. شكرا بزاف عليكم، الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. يلا السلام عليكم.